بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في محاضرة جديدة خاصة بالكمبيوتر Architecture and Organization، وما زلنا في شابتر 7 الخاص بالانبوت اوتبوت، وبنتكلم في الانتربت دريفن انبوت اوتبوت. وقلنا هنتكلم على الاي سي اللي بتمبلمنت الانتربت دريفن، اللي هي 82C59A، وهي عبارة عن External Interrupt Arbiter. وعارفين ان 80386 الاي سي بتاعته ما فيش فيها الا سنجل بن خاص بالانتربت ريكوست، وفيها سنجل انتربت اكنولج. لو حبيت تتعامل مع اكتر من ديفايس ويكون عندك بريوريتي في التعامل، بنروح نجيب الاكسترنال كنترولر اللي هو 82C59A. زي ما انت شايف، كل موديول من ده يقدر يمانج 8 انبوت اوت موديول، 8 تمام. التمانية دول كمان لو انت حبيت تعمل اكستنشن وتكبرهم اكتر من كده، اقدر اخليهم 64. كل وان لاين من ده اقدر احط عليه سليف 82C59A، وطبعا كل واحد من ده راكب عليه اكسترنال ديفايس او البريفرال بتاعي. زي ما قلت ان الدور الوحيد او المسؤولية الوحيدة او ميزة ال 82C59A هو معالجة الانتربت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي بتاكسبت الانتربت ريكوست فروم اتاتش موديول، تستقبل اكتر من طلب من الاتاتش المديول، بتحدد كمان مين الانتربت اللي ليه الهايست بريوريتي، وبعدين بتباص السيجنال ده للبروسيسور عن طريق ان بتحط هنا لاين 1، تحط على الانتربت ده واحد على البنه دي. بالتالي البروسيسور بيفهم ده وبيعمل اكنولج من خلال الانتربت اكنولج او الاي ان تي اي. ده اول ما يعمل البروسيسور اكنولج بيخلي الاي سي بتاعتنا تباصي الفيكتور انفورميشن الخاص على الداتا بس. بعد كده البروسيسور بتاع حضرتك يقدر يستمر ان يستقبل او يعالج الانتربت، ويتصل مباشره مع الانبوت اوتبوت موديول اللي طلب ان يعمل ريد او رايت. كمان الميزة في ال 82C59A ان هي بروجرامبل. يعني ايه بروجرامبل؟ يعني اقدر احدد بيها السكيم بتاع البريورتي. هل يا ترى اي ديفايس من ده يقدر يعمل انتربت؟ هل اقدر احجب واحد او اعمل له ماسك بحيث ما يقدرش يعمل انتربت عند برامج معينة؟ هل اقدر احط بريورتي بحيث لو اي اكسترنال ديفايس من ده يقدر يريكوست او يقدر يعمل انتربت؟ ده من خلال البروجرامينج بتاع الاي سي اللي هي ال 82C59A. من خلال الكلام ده هيبقى عندك في حاجه اسمها الفولي او سكيم خاص بالفولي نستد، وده معناه ان حضرتك عامل اوردر او عامل بريوريتي ابتداء من الاي ار 0 لحد الاي ار 7 تمام. او ان ممكن حضرتك تكون عامل روتيتنج. معنى روتيتنج ان في بعض التطبيقات بيبقى فيه عدد معين من الأجهزة اللي ممكن تعمل انتربت ولها ايكوال بريوريتي. في المود ده بعد ما كل ديفايس بيتخدم خلاص، بقدر ان انا اخد البريوريتي الاقل، ده اسمه روتيتنج. في كمان سبيشال ماسك ان انا اقدر اخلي البروسيسور بتاعي ينهبت او يمنع انتربت من سيرتن ديفايس. يعني في خلال بعض العمليات ممكن البروسيسور يقول يا جماعه والله دول ما يعملوليش انتربت، او دول ما يعملوليش انتربت. ده استعراض بسيط للاي سي او الاكسترنال انتربت اللي هو الكنترولر اللي هو الخاص بيه ال 82C59A. زي ما قلت ان الانت ال 82C59A اللي هو الانتربت كنترولر في سنجل انتربت ريكويست، اوكي، وفي سنجل انتربت اكنولج اللي هو الاي ان تي ار والاي ان تي اي. وزي ما قلت لك عشان تخلي ال 80386 يتعامل مع اكتر من ديفايس ويبقى عنده بريوريتي في التعامل مع الانتربت، بنروح نجيب الاي سي اللي هي 82C59A. واتفقنا ان دي بتخلي لك كل موديول بيحاول يهاندل 8 موديول، ولو حبيت تعمل اكستنشن بتوصل ل 64 موديول. وزي ما قلت دور الاي سي ديت هي التعامل او المانجمنت بتاع الانتربت، وعرفنا ازاي الموضوع بيتم من خلال الرسم بتاع حضرتك دي. وقلت كمان ال 82C59 ده بروجرامبل، ويقدر يخلي ال 80386 يتعامل مع اكتر من بريوريتي سكيم، وزي ما شفت الفولي نستد.
والروتيتنج والسبيشال ماسك. هنتكلم دلوقتي بقى على الاي سي ثانيه مور ادفانسد شويه اسمها 82C55A اللي هي البروجرامبل بريفرال انترفيس. بعد كده بنشوف بعد كده بنشوف الاي سي اللي هي 82C55A اللي هي البروجرامبل بريفرال انترفيس. زي ما انت شايف ده البلوك دايجرام بتاع الاي سي اللي اتكلمنا عليه. لما تيجي تبص على البلوك دايجرام ده تيجي تبص على الرايت هاند سايد اللي هو الجزء اليمين ده اللي هو الاي والسي اي والسي بي والبي, دول عباره عن 24 انبوت اوتبوت لاين. دول 24, دول 8 و8 و4 و4. ده ممكن يتقال عليه بورت اي 8 بت, وده بورت سي, وده بورت بي. ممكن استخدمهم ان انا اتصل باكتر من ديفايس وليكن 3 ديفايس في الخارج, مين فيهم بقى ان مين فيهم اوت, اوكي. وممكن دول استخدمهم ككنترول, ممكن استخدم بورت سي اقسمه ككنترول. يبقى انا عندي 3 لاين بالشكل ده, وعندي كنترول ريجستر هنا, عندي كمان الانترفيس من الداخل هنا, ده هنا انترفيس للبروسيسور بتاعي اللي هو زي ما انت شايف ان ده رايح لل 8086 ديتا بس, اوكي. وده الباور سبلاي, وعندي 2 ادرس لاين A0 A1 دول بيحددوا لي اما انا بتكلم مع بورت A اوكي او بورت B او بورت C او الكنترول ريجستر او الكنترول ريجستر, تمام. طبعا عشان تشتغل بالشكل ده المفترض ان انت كمان عندك داخل كل بورت 8 بت. زي ما انت شايف ال 8 دول فين بقى يا جماعه, اهو لو انت باصص كده البورت 8 بين 3 بين 2 بين 1 بين 0 بين 4 5 6 7 ده بورت A, اوكي. الداتا بيتس بتاعتك اللي هي خارجه اللي هم ال 8 بيت دول اللي هم الداتا باث من دي 0 لدي 7, من دي 0 الى دي 7. بقيت البورت هتلاقي بورت سي, اوكي, بورت سي بين 7 6 5 4 3 2 1 0, ثم بورت بي 0 1 2 3 4 5 6 7, اوكي يا جماعه. وعندك شيب سيلكت عشان انت مش هتقدر تتعامل مع الشيب دي الا اذا كنت حاطط هنا واحد شيب سيلكت. وعندك فيه الجراوند وفيه الباور سبلاي, عندك فيه الجراوند وفيه الباور سبلاي. انا اسف بس الجهاز محتاج يشحن. وزي ما قلت لحضرتك ان الادرس لاين اللي هما الاثنين بت دول اللي هما الاي 0 والاي 1 بيحددوا لي يا ترى البروسيسور بيكونكت مع بورت A ولا بورت B ولا بورت C ولا مع الكنترول ريجستر لو حابب يعمل كنترول, لو حابب يعمل كنترول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكنترول ريجستر بقدر اعمل لها لودنج عن طريق البروسيسور عشان يكنترول المود بتاع الاوبريشن ويعرف السيجنال. يبقى انت عندك دلوقتي 2 بت بيديك 4 احتمالات, يا اما بيتكلم مع بورت A او بورت C او بورت B او بيتكلم مع الكنترول ريجستر بيكونكت الكنترول ريجستر. هيكونكت الكنترول ريجستر طبعا عن طريق الكنترول لوجيك, تمام. بيقدر يعمل ايه بقى في الكلام ده؟ عن طريق الكنترول ريجستر دي بيروح يحمل الاشارات بتاعته عشان يحدد الاشارات ويحدد المود بتاع الاوبريشن. يعني مثلا في مود اسمه زيرو, المود زيرو ده بيخلي الجروب او الثلاثه جروب بتوع الـ 8 external line function as 3 8 bit input output port. يعني عن طريق المود زيرو يقدر يخلي بورت A ده شغال, بورت C شغال, وبورت B شغال, وكأنه معاه 24 input output port, عفوا 24 input output pin, تمام كده يا جماعة. وطبعا كل بورت من دول تقدر تعرفه على انه input او على انه output. طبعا في مود داني ان انت تخلي الـ A والـ B كأنهم شغالين input output port, وعن طريق جروب C تقدر تكنترول line بتاعة الـ A والـ B. كمان في كنترول سيجنال بتعمل هاند شيكينج وبتعمل انتربت ريكوست. طبعا لان ال 82C55A بروجرامبل فاقدر عن طريق الكنترول ريجستر ان انا اغير واعدل من ادائها بحيث ممكن تعمل لي مثلا اكسترن او انترفيس مع الكيبورد والشاشه. يعني ممكن اوريك شكل كده حاجه شبه دي, بس محتاجين نصغر الشاشه شويه. حاجه بالشكل ده زي ما انت شايف, ده الانتربت ريكويست وده انتربت ريكويست سي 0 سي 1. ده الاي سي اللي بنتكلم عليها اللي هي سي 82 سي 55 اي.
ده بورت ايه انا استعملته بالشكل ده. دول كام بت، كام بت 8، وده 8 مع الكيبورد فيهم حوالي 6 و2، واحد اسمه شيفت وكنترول. انا في الاخر ما يعنينيش دول بتوع ايه حاليا، انا بيهمني ان الكيبورد بتتعامل مع الانبوت اوت بورت عن طريق 8 بت. اوكي، ده الانبوت بورت. فانا كده خليت بورت ايه على انه انبوت، كمان خليت بورت بي على انه اوت. اوكي، عشان اقدر ارمي من البروسيسور بتاعي، اقدر ارمي على الديسبلاي واقدر اخد من البروسيسور عن طريق الكيبورد. فالكيبورد بالنسبه لي انبوت، يبقى بورت ايه بقى معرف على انه ان، وبورت بي معرف على انه اوت. طيب يا ترى بقى البورت في، البورت في زي ما انت شايف اشتغل على انه كنترول سيجنال زي ما انت شايف. اوكي يا جماعه، ده تطبيق لل 82 في 55 ايه. اتمنى في ختام المحاضره ان الكلام ده يحوز على اعجابكم. المحاضره النهارده بسيطه شويه، ان شاء الله المحاضره القادمه هنتكلم على الدايركت ميموري اكسس، وانا القاكم في محاضره قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.